بنصبح عليكم مره تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين، نسالها سؤال الحلقه ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في عاصمتنا العاصمة القاهرة وفي مكة المحافظة. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا بسعد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. بتعملي ايه بقى في الاكل؟ الاكله اللي انت مرتبطه بيها. بصي يا بسعد، انا شخص بحب وقفه المطبخ وبحب اطبخ، لكن لو هتتكلموا على القديم وكده، من ايام بقى جدتي، فانا اتعودت، جدتي كانت دايما تعمل الاكل المصري بقى، وخصوصا الفطاير. لو ليكوا في الفطاير، يعني انا عمري ما دقت فطير مشلتت وفطير الذره والمحشي والحاجات دي كلها بحلاوه اللي جدتي عملت. ايه فطيره الذره دي؟ بدقيق ذره. يا الله. المشلتت ده كنت اتفرج عليها، يعني هي كانت بتحب تعمل كل حاجه في البيت، حتى العيش كانت تعمله في البيت، مفيش حاجه بنشتريها من بره. فكانت الاجواء دي بالنسبه لي حلوه قوي وذكريات جميله قوي. لو هتتكلم على دلوقتي، انا عشان كنت بنزل تغطيات اخباريه كتير، فانا وفريق العمل كان اسهل حاجه نشتريها في حياتنا الكشري. بس كنت بتحبيه ولا عشان سهل؟ هو كان سهل، بس بقيت بحبه جدا. يعني دلوقتي انا عموما ماليش في اللحوم قوي والفراخ، احب الحاجات النباتيه اكتر. النبات. فانا بحب الكشري بشكل مش طبيعي، يعني ممكن تجيبي لي كشري هديه، هتبسط منك قوي. تمام، معاكي جدا. مصطفى كان قال قبل الهوا انه مصر بلد نباتيه. ده في تقارير مكتوبه بره ان مصر جنه النباتيين، لان كمان اخواتنا الاقباط هم اكتر ناس بيحبوا، علشان الصيام. عشان الصيام. بس احنا مبدعين، يعني احنا عندنا الكشري فيه بروتين نباتي عالي جدا، عندنا بناكل العدس، بناكل البقوليات بشكل عام. هو بالنسبه لي الاكل النباتي مريح على المعده اكتر، وانا بحبه لانه سريع. ليكي عندي كشري. صباح عليكم، صباح عليكم مشاهدينا في كل